كيف حالك يا قهرمانة؟ وكيف حال ابنك؟ أنا بخير، وابني لم أرى في طاعة الوالدين ابنا مثله. إنه مطيع وبار، انظري سعيد. نعم يا أمي. تعال أخبر جارتنا عندما أقوم بضربك ومسح الأرض فيك ومعاقبتك، ماذا تفعل؟ أقوم بتنظيف حمامات المنزل والمجاري حتى أهدأ ويزول غضبي. لماذا؟ لأنني أخاف أن يعلو صوتي عليها في لحظة غضب منها أمي. ولكن كيف التنظيف يجعلك تهدأ؟ لأنني أقوم بتنظيف الحمامات بفرشاة أسنانها. ماذا؟ تعالوا